سريع منه كده، لو اتكلمنا عن ريال مدريد قبل مباراة السوبر الأوروبي قدام أتلانتا، فأنشيلوتي يعني قدامه معضلة كبيرة جدا جدا جدا، وهو إزاي مش بس يختار اللعيبة، ده إزاي هيختار التشكيلة نفسها، الرسم الخططي في الملعب. فهقول مثلا هو لو هيعتمد على 4-3-3، وده الأقرب من المصادر والوديات كمان، فهنقول إن هو نص الملعب هي المعضلة الأكبر، معضلة صعبة شوية. فلو 4-3-3، مودريتش لو جاهز بدنيا اساسي وش، ما تفكرش في اي حد تاني، حط مودريتش وجنبه خشبتين والموضوع بالنسبه لي منتهي. طيب هو مش هيبقى اساسي في اغلب الوقت لان عامل السن طبعا، يعني تجاعيد بقت في وشه قوي، يعني انا بتفرج على فيديوهات لوصول البعثه لاتلانتا لبولندا عفوا، لقيت ان لا ده مودريتش باين عليه قوي ان هو خلاص كبر، فهو في الغالب مش هيبقى اساسي معظم الماتشات. فوقتها انا عندي فكره غريبه بس اتمنى ان تتطبق، لان هي هتدي في الملعب مبدئيا كده على الدايره فالفيردي. ما تقوليش ازاي، لان ما كانش حد يتخيل ان توني كروس ممكن يلعب سته، ولكنه ابدع في المركز ده وطلع لنا حاجه جديده في المركز ده عمرنا ما شفناها. فاعتقد ان فالفيردي عنده حاجه يقدمها في المركز دوت، ويمكن يخترع زي ما توني كروس اخترع توني كروس. ما علينا. ف السولو بيفت دوت انا اتمنى ان هو يبقى فالفيردي. على اليمين اردا جولر، هيقوم بدور مارتن اوديجارد ارسنال وريال مدريد السابق، ان هو بيصنع لعب ويفتح مساحات واللعب ما بين الخطوط وكده، وفي نفس الوقت برضه قادر ان هو يبدل المراكز بينه وبين المهاجم الايمن سواء رودريجو او غيره. طيب على الشمال بلينجهام مع فيني ومبابي، وبيخش كمهاجم تاني. اما بقى لو الجيم اللي في الملعب حكمك بجيم دفاعي وتحولات، فعلى طول من غير ما تفكر هتشيل جولر تحط مكانه كامافينجا. في حالة اللعب بقى احنا كده خلصنا من 4 4 2، من 4 3 3 دخلنا على 4 4 2 زي الموسم اللي فات، فكده هيبقى الموضوع مختلف شوية، هيبقى كامافينجا وفالفيردي وبيلينجهام، وخد بقى المفاجأة دي رودريجو. طيب هتقول لي ازاي؟ هقول لك بيلينجهام هيرجع يلعب بوكس تو بوكس، تمام، ورودريجو هياخد ادوار بلينجهام تحت الثنائي امبابي وفينيسيوس. ممكن تأثر شوية في تأثير بلينجهام التهديفي، ولكن انا ده ما يهمنيش، رودريجو بالنسبة لي هيبقى تهديف اكبر واشد. طيب لو الجيم دفاعي، كل اللي انا بتكلم في نص ملعب، جيم دفاعي عندك تشواميني، عندك فالفيردي وكامافينجا وبلينجهام، يعني انا مش هيبقى عندي غير التلاتة، واحد ستة أو اتنين ستة حسب الحالة الدفاعية، و فالفيردي بوكس بوكس، وعندك بلينجهام هو الإيه هو العشرة بس. يعني ما أعتقدش إن في معضلة تانية موجودة في أي خط تاني، يعني خط الدفاع معروف إن لم يكن فيه إضافات، ثبات روديجير، ثبات كارفخال، ثبات فيران ميندي. اللعب ممكن يبقى في نص الموسم كمان ما بين فايخو وألابا وميليتاو، ده في حالة إن ميليتاو ما رجعش لمستواه. يعني خط الهجوم أنا برضو شايف إن هي مش معضلة، ممنوع المساس بفينيسيوس جونيور، لأن فينيسيوس حالة مختلفة تماما عن أي لعيب في ريال مدريد حتى بعد قدوم كيليان مبابي. ممنوع المساس في التشكيلة بفينيسيوس جونيور لأن هو قادر يخلق لك فرص من لا شيء. جنبه بقى فيني، رودريجو جنبه، سوري، جنبه مبابي رودريجو، جنبه مبابي جولير، جنبه مبابي اندريك، جنبه مبابي دياز، أيا كان. بس لا مساس بفيني.